سعود، وين ملف الخطف حق المراهق؟ إيه في السيارة عندي. انتبه لا يضيع، ترى مهم. سعيد؟ هلا والله. وش عندك هنا؟ كيف ايش عندي؟ جالس تتجسس علينا. ايش اللي تتجسس يا استاذ سعود؟ احترم نفسك، ايش اللي تتجسس؟ ارسلني الوالد اخذ فلوس الصيانه، فانا جاي اخذ فلوس. وين؟ يلا يلا قل له بعدين. سكر الباب معك. ابشر. دخن وتفسن. ما يخصك، واليوم ريال. وش هالاسلوب؟ وين اهلك عنك؟ ما هم معي. يعني ميتين؟ لا عايشين، بس انا اللي ميت، لا حد يسال عني ولا حد يدري عني، ما يعرفون الا وقت المصايب. وضح لي اكثر. امس غايب على البيت 7 ساعات، لا حد اتصال ولا حد دورني ولا حد، ولا كانهم عندهم ولد اسمه ثامر، ولا كني منطول في المستشفى. عشان كذا ابيكم تخطفوني. ما ينفع، انت كذا راح تسبب لنا مشاكل يا سلطان. اي بس الولد مسكين. الولد هذا مو متربي، ولو تركناه بيتحول المجرم. ايش انت متخذ الحين وضعيه المصلح الاجتماعي؟ يا راوي، انا مريت باللي مر فيه يوم مات ابوي الله يرحمه. حسيت بالوحده، كنت اسوي اي شيء علشان الفت انتباه امي. اي بس هذا اسمه خطف. لا تحاولين، ما راح اتركه. ليش تتوقع بيخطفوا الولد؟ عندي يوه. ركز معي صاحبي، واضح وضوح الشمس، اكيد بيطلبون فديه. انا شفت سلطان يستدرج الولد بريء، طفل صغير ما يدري عن الامور هذه. ناوينه نيه. اسمع يا كولومبو، احنا لازم نمسكه متلبس. حلو، تعرف يعني عشان نخلص البلد من هالاشكال هذه، وبعدين يعني عشان يطلع لنا مكافأة. يعني بمناسبة المكافأة، نص لي ونص لك، نص لتركيزي ونص لتخطيطك. يوه ايش رايك؟ لا انت بتهرثني وانا حي. يعني ان شاء الله اذا مت. طالع على امك، الله ياخذك انت وامك في يوم واحد. انزلع. تذكر هذه شركة محترمة، ولا تنسى انه انت اللي جاي برجليك، يعني احنا لا خطفناك ولا اجبرناك. ادري لا تخافين. وش بتسوي الحين؟ لا تخافين، جواله بيكون معي وبنتظر هلا لين يتصلون، وبعدها انا بتصرف. وين ثامر ما يجي ياكل معنا؟ اكيد في الملحق، متعود يطلب سفري، خلوه براحته.